رخيص ومسؤولة عن سير المعدية والحاضر عن رئيس الوحدة المحلية دفع شكليا في الدعوة. نشوف المحكمة تاخد الدفع الشكلي أو تجنبه وتطرحه جانبا، إلا أنه لا ينفي مسؤوليته تماما عن سير المعدية على اعتبار أن المعدية مستأجرة بموجب عقد الى من يدعى ربيع وهو المسؤول عن الصيانه وهو المسؤول عن التراخيص. ده كله مقدم امام المحكمه الموقره. هل تخبط الدفاع المتهمين امام هيئه المحكمه ده في صالح القضيه ويصب في مصلحه الدفاع؟ في صالح المجني عليهم، واستفدنا من تضارب اقوال المتهمين ودفاع المتهمين مع بعضهم البعض. وبرضو الاستاذ مصطفى يتفضل برضو يعني يكمل باقي. اتفضل يا باشا. يكمل مع حضرتك علي المستشار. ايه تفاصيل التهم الموجهه والمسنده للمتهمين الخمس؟ المتهمين بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل ما نتكلم في اي حاجه، احنا ثقتنا عاليه جدا 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 في قضائنا الشامل والنزيه. متاكدين ان السيد المستشار رئيس المحكمه سيعطي المجني عليه حقوقهم عن طريق اصدار احكام عادله قضى كل متهم وفقا لكل فكره ارتباه كل متهم وكل مسؤوليه لكل متهم. سؤال حضرتك عن التهم المسنده، تفاصيل التهم المسنده للمتهمين. القضية مكملها تمام، اهمال من سائق السيارة اللي كان سابها ونزل وطرقها فيها 26 روح ونفس لحد ما وقعت، اهمال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للسلامة والامان للمعدية من مستأجر المعدية ومن قائد المعدية، اهمال جسيم من قبل الوحدة المحلية ومجلس المدينة والمحافظة والجهات المسؤولة تمام عن مراقبة ومتابعة سير المعديات وتنقيصها واختفائها وتدابير السلامة. يعني هنا الاهمال ادى الى التسبب في وفاه 16 فتاه. طبعا. طب دكتور النهارده كانوا طلباتكم ايه يعني من هيئه المحكمه؟ في خمس عقوبة على المتهمين. او المشرع قطعا من قول الله تعالى ولكم في القصاص حياه وهم بالمال. وقول العدل تبارك وتعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. المجني عليهم خرجوا من بيوتهم ضاربين الارض ساعين لرزقهم. خرجوا من بيوتهم ضاربين الارض ساعين لرزقهم مساعدة لابائهم. خرجوا مساعدين لابائهم. الناس دي ظروفهم يعني اولادهم سعيدين. خرجوا بيساعدوهم ساعين للرزق. دول كانوا مستأمنين لقاتليهم. الناس اللي قتلتهم دول كانوا مأمنينهم. الناس اللي قتلتهم دي قتلتهم بإهمالهم وفسادهم واستهتارهم. إذا كل المتهمين الخمسة مسؤولين، كل المتهمين الخمسة مسؤولين عن قتل كل الضحايا من السواق حتى الرئيس الحي، من الأول للخامس متهمين، الجميع متهمين النهارده. طبعا كل متهم كان بيتنصل من الاتهام ويفي على المتهم الآخر، ولكن احنا بنثق في قضاء مصر العاجل. طبعا قضاء مصر العاجل إن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى فيه حكم كويس. محامي المتهمين حضر النهارده. محامي المتهمين حضروا، المتهم الاول محامي بتاعه حضر، والمتهم الثاني محاميه حضر، والمتهم الخامس متهمين حضر. المتهم الاول والثاني طلبوا اجل، ولكن المحكمه طبعا ما بصتش للطلب بتاعهم وقررت ان هي تحجز الدعوه للحكم. طبعا طلبات المحامين المتهمين اترفضت وتم الاستجابه من قبل المحكمه لطلبات المدعين بالحق المدني. جلسة نطق بالخطة ناس الجلسة في تم المحكمة. أنا برضو مستطيع في الجواب. مرحبا بك يا حضرتك. ان شاء الله باذن رب العالمين يبقى الحكم في الجلسه. طبعا المتهمين اللي احنا قلناها قبل كده ان هو هم مع احد الزملاء يعني النهارده احنا حضرنا على المجني عليهم جميعا تحت الزملاء الفاضل. فضلنا بالدعوه المدنيه.
ضمن دعوانا المدنيه وصممنا على دعائنا المدني وانضمينا للنيابه العامه وطلبنا توقيع اقصى العقوبه على المتهمين الوارده في المواد المتهمه حاله بها القضيه الى المحكمه اللي هو القتل الخطا والاصابه الخطا في حق الخمس متهمين وان شاء الله النهارده كنا يعني نامل كان في حكم لا القضيه امام المحكمه كبيره القضيه كبيره وفيها مستندات كتيره وفيها وقائع وملابس وملابسات كتيره لابد من المحكمه الموقره بما لها من كيان وبما لها من احترام وتقدير واحنا مش هنصادر على قرار المحكمه المحكمه هتقرا وتفحص وتمحص كل كافة ظروف الدعوة على حدة عشان هتحدد كل دور كل متهم اما هتعاقب ازاي هتعاقب كل متهم على ما اقترف ديانات كل متهم تسبب في خطأ وتسبب في اهمال لابد ان يعاقب ولابد ان يحاسب فالمحكمة اجلت النطق بالحكم الجلسة 4/11 القادم ان شاء الله وسوف يكون الحكم باذن الله حكم الرادع لكافه المتهمين ويكون شافي لما فيه الصدور باذن الله من الم بالمجني عليه ان شاء الله واحنا في انتظار حكم المحكمه ان شاء الله حضرتك كدفاع والناطق والمتحدث في اسم المجني اسر المجني عليه حضراتكم بتطالبوا بايه؟ نطالب كما قررت النيابه العامه بتوقيع اقصى عقوبه على المتهمين المسببين في الحادث كل حسب زي ما حضراتكم شايفين موقع المصري مع يعني المحامين الخاصين بالجزائر ضحايا معديه الغالب يعني رحل فيها يعني 16 فتاوي الميكروباص الذي كان يحمل 26 فتاوي انتهى بهم الامر الى نفكر بس الساده المشاهدين ايه الطلبات اللي طلبتوها النهارده في جلسه الثاني جلسه المحكمه ايه الطلبات اللي قدمتوها النهارده وايه طلباتنا توقيع اقصى عقوبه على المتهمين وانضمنا للنيابة العامة وشرحنا ظروف الواقعة وملابساتها وإهمال كل متهم من المتهمين في حقه وما صدر من أفعال أدت إلى وقوع الحادث وإن شاء الله سوف يكون الحكم صادر ورادع يوم 4/11 بإذن الله ان شاء الله شكرا تجديد واصلاح المعديه وتجديد ترخيص الحكم ده بيد الله سبحانه وتعالى احنا عندنا ثقه كبيره في القضاء المصري ان كل مجني عليها ياخد حقه ووصل الضحايا ان شاء الله رب العالمين يوم 4 ستطمئن الى جلسه استئناف ان شاء الله كلمه تسلم فيها اهل الضحايا احنا الفتره اللي فاتت وكنا حاسين بكم متابعينا الكرام في كل مكان تابعوا موقع مصر يعني زي ما حضراتكم شايفين الان مع المحامين الخاصين اهالي الضحايا ضحايا معديه ابو غالب التي خلعت من الفتيات واللي يعني كان يوم فظيع ويوم مرعب يعني وكنا مع في المعدية وارصدنا حضراتكم الزيارة الأسرة متابعينا الكرام انتظرونا في كل مكان.